عادات وطقوس الاحتفاء بالعيد في اليمن ميراث ثقافي غني بتنوع أنماط الحياة اليمنية بين سكان الجبل والسهل وبين منطقة وأخرى، ثقافة غزيرة وغنية بمختلف الفنون الشعبية من الزي الشعبي وطقوس استقبال العيد والأناشيد والأهازيج الشعبية التي ترتبط بهذه المناسبة الدينية. أبرز طقوس لليمنيين خاصة صلاة العيد، أن يصلي الناس صلاة العيد في المصليات أو في المساجد، وترى الناس في استبشار وفي خير وفي نعمة وفي كل هذه الأشياء الجميلة. بعد أداء صلاة العيد يتحرك الناس وخاصة الرجال، كل شخص يذهب إلى صلاة رحمه من الأقارب النساء. تتنوع العادات والتقاليد من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية، وأبرزها هذه الأيام يعني زيارة روضات الشهداء. في ظل الانقلاب، قلة من المظاهر لبعض السكان تشير إلى العيد في اليمن لا تتجاوز شراء الملابس للأطفال، فالظروف القاهرة التي تمر بها البلاد تحقق المقولة الرائجة في الإرث اليمني إن العيد عيد العافية وليس بالمظاهر والعادات المعروفة. والله يا العيد عيد العافية، والعيد هو عيد القلب، لا القلب زابر وكل شيء بيزبر. يبدو العيد قال المثل العيد عيد العافية، ما دام احنا متعافين احنا ان شاء الله الله خير. أفئدة تصر على الفرح وتتغلب على جراحها التي تسببت بها حرب الانقلابيين والتي منعت البعض من ممارسة طقوسه ومظاهره المبهجة رغم المعاناة الإنسانية التي يعاني بها اليمنيون جراء استمرار الانقلاب، إلا أن فرحة العيد لم تكتمل. مهما فعل الانقلابيون فالعيد عيد، الناس في فرح وفي سرور، يعني مهما فعلوا بالناس وآذوا الناس وفعلوا من أعمال، لكن ترى حال المسلمين بشكل عام في اليمن في فرح وفي سرور وبهجة، ودائما تراهم متفائلين مهما كانت الظروف الصعبة من شحة المياه أو الكهرباء أو كذلك المشتقات النفطية أو الرواتب أو غير ذلك. تبدأ تقاليد عيد الفطر في اليمن في العادة مع حلول العشر الأواخر من رمضان، إذ تبدأ الأسرة بتنظيف وترتيب المنزل وتجميله، في حين يدخل الأطفال في سباق محموم في تجميع كميات كبيرة من الحطب لحرقها ليلة العيد فيما يعرف بالنصيرة، حزنا على فراق رمضان وفرحا بحلول العيد خاصة في الريف اليمني. مع إشراقة يوم عيد الفطر يلبس الرجال والأطفال أفضل ملابسهم ولا سيما الملابس التقليدية، مصطحبين الأطفال إلى الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد، كما يجري التطيب بالعطور وماء الورد والبخور ويتم تبادل الحديث والاستئناس بالمسلم وأولاده إن صحبوه، وقد يرافقه أولاد المقربين إليه وإلى صاحب الدار أو صاحبتها فيما تنشغل النساء بتجهيز البيت.